مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من حوار اليوم. تتزايد التحذيرات من انفجار الاوضاع في الاراضي المحتله التي تشهد تصعيدا متسارعا في قطاع غزه عقب تصعيد مفاجئ بدا بهجمات صاروخيه ردت عليها تل ابيب بعمليه السيوف الحديديه. ولطالما احتلت القضيه الفلسطينيه الاولويه في الاجنده المصريه، وكانت الدوله المصريه هي الداعم الاول لها، وأعربت مصر عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية وتقود جهود مكثفة للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال. وحذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني. وحثت إسرائيل على وقف الأعمال الاستفزازية والالتزام بقواعد القانون الدولي. حول الجهود المصرية لاحتواء الموقف ووضع يعني المزيد أو تقليل هذا التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بدور حلقة النهاردة من حوار اليوم مع ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق. نورنا أستاذ علاء، وأهلا بحضرتك. أهلا بسعادتك أستاذ. خلينا في البداية نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذه يعني حوار الخاص بالأراضي المحتلة وما يحدث من تصعيد متبادل من الاحتلال الصهيوني والفصائل الفلسطينية، فابقوا معنا. بين التحذير من مخاطر وخيمة والدعوات للتهدئة والحوار والتنديد، تتواتر ردود الفعل العربية والدولية حيال التصعيد الجاري بين قطاع غزة وإسرائيل. مواقف تأتي تعليقا على حرب جديدة تستعر بين غزة وإسرائيل عقب تصعيد مفاجئ بدأ باقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى، ردت عليه حركة حماس بهجمات صاروخية ردت عليها تل أبيب بعملية السيوف الحديدية. وكعادتها مصر سباقة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، فقد حذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وطلبت مصر في بيان لها من وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر. وحذر البيان من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة. كما دعت الأطراف الفاعلة دوليا المنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث الإسرائيليين على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. كما كثفت مصر اتصالاتها بالأطراف الفاعلة كافة لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكانت حركة حماس قد نفذت هجمات مفاجئة على الأراضي الإسرائيلية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط تقارير عن أسر جنود إسرائيليين. وقالت إسرائيل إنها في حالة حرب وبدأت ضرباتها ضد أهداف تابعة لحماس في غزة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ علاء حيدر. خليني استعلى بدايه، كيف ترى المشهد في الاراضي الفلسطينيه المحتله خلال اليومين الماضيين؟ يعني طبعا مشهد ماساوي. للاسف الشديد اسرائيل بترد على هجوم المقاومه، وهي المقاومه استهدفت عسكريين، لانه احنا شفنا طبعا كله كان متصور انه تم استهدافه مناطق عسكريه او حصون عسكريه، وحتى المستوطنين على فكره في هذه المناطق اللي هي بيسموها غلاف غزه كلهم مجندين، يعني عايزوا لحضرتك هم بيختاروا الناس اللي بتقعد في هذه المناطق من المجندين. فهنا كانت المشكله، هو شعب اسرائيل كله احتياطي، يعني هو كله عسكري، يعني هو كله عسكري. فعايز اقول لحضرتك انه طبعا الوضع خطير، بجد خطير. الخطوره الظاهر يعني الهزه حصلت لاسرائيل لدرجه ان امريكا بتحشد ناقلة الطائرات USS. فحضرتك انت بتتكلم عن دولة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية بتجيب ناقلة طائرات، حاملة طائرات فيها سلاح نووي، يعني انت بتتكلم عن وضع خطير، يعني في هزة كبيرة جدا حدثت لإسرائيل، وتعتبر طبعا ضربة خطيرة طبعا، والخوف من رد الفعل غير الموزون، لأن انا هاجمت قواعد عسكرية، انت بتهجم دلوقتي او انت بتنتقم من
مدنيين، وده طبعا شفنا قد ايه المدنيين بيعانوا طبعا، وكله شايف وممكن كله بقى جاي على الهواء يعني. بالتاكيد. خليني هنا اتوقف عند مساله يعني سريعا، يعني حضرتك تحدثت عنها، هو يعني وجود ناقلة طائرات متجهة إلى هذا الكيان، وبنتكلم على 5000 عسكري في هذه ناقلة الطائرات لمساعدة هذا الكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية. وهنا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وترديد العديد من الدول طول الوقت أنها شريك استراتيجي في عملية السلام. هل هذه الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة، وإن كانت يعني هي علنية، والولايات المتحدة لا تنكر يعني علاقتها الاستراتيجية مع العدو الصهيوني، يعني هل هذه الخطوة يعني تؤكد عدم نزاهة الولايات المتحدة كشريك استراتيجي في عملية السلام؟ أكبر خطر ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية أنها نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، هناك طول عمرها بتعتبر شريك استراتيجي في عملية السلام، وان هي بترعى عملية السلام، وكان الجميع عندما يكون هناك اي نوع من انواع التصعيد او التوتر او حتى اي عمليات اقتحامات اسرائيلية او اي توتر في المنطقة، الولايات المتحدة بتخش بوصفها شريك الى حد ما محايد، عارفين هو مش محايد لكنه كان يعتبر محايد. لكن طبعا قرار نقل العاصمه اللي نقلت من تل ابيب للقدس كانت للاسف طلعت الولايات المتحده السفاره طلعتها من عمليه السلام، وكمان كان في موافقه على ضم الجولان، يعني في انحياز تام وما كانش حد يتخيل ان ممكن الولايات المتحده تعمل دي، فدي كانت البدايه. لكن طبعا النهارده عندما تحشد حامله طائرات يو اس اس الامريكيه وفيها 5000 وصواريخ عابره للقارات واسلحه نوويه على هذه الطائره، يعني مجهزه انها تضرب اي حته نوويه، فطبعا في تصعيد جامد جدا، واخرج الولايات المتحده للاسف من عمليه السلام نهائيا. لابد ان يكون هناك، تخيلنا ان دي كانت يعني غلطه ترامب، وان غلطه ترامب يعني هيحسنها بايدن، لكن للاسف بايدن طلع امبارح وتحدث يعني بطريقه لا تقل عن ترامب، كما لو كانت الولايات المتحده داخله حرب، يعني يمكن ما اتكلموش عن اوكرانيا زي ما اتكلموا عن اسرائيل. تمام. خلينا نتوقف هنا عن العالم الغربي بقى، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهذه الازدواجية الفجة. يعني نحن نتحدث عن مقاومة تقاوم احتلال، وتبقى للقوانين الدولية والمواثيق الدولية حق أصيل لكل الدول ليس للفلسطينيين فقط. نجد أن الدول الأوروبية تنحاز إلى هذا الجانب الغاصب للأراضي الفلسطينية، هذا الجانب القاتل للبشر والشجر وللزرع في عمليات ليست يعني آخرها ما يحدث الآن. يعني بص حضرتك، الديمقراطية الأوروبية راحوا الإنسان والكلام ده ماشي، إنما أنا عايز أقول حضرتك أنه الديمقراطية اللي في أوروبا اللي بيجيبها اللوبيات المال، واول حاجه بيتم الاختيار ان يكون هذا الانسان له توجهات لصالح اسرائيل، دايما بتتقال. يمكن امريكا طبعا هي اكتر واحده فجه، لكن اوروبا نفس الشيء. وان كان الاوروبيين حضرتك لو دخلت الشعوب الاوروبيه هتلاقي ان هم اكثر تعاطفا مع الفلسطينيين من الاسرائيليين كشعوب. الشعوب متعاطفه كثيرا جدا، والاتحاد الاوروبي وحتى فرنسا والمانيا وكل الدول دي بتطالب باقامه الدولتين، وكانت ضد خطوه امريكا نقل السفاره. لكن التصريحات الاتيه الان تصريحات كلها يعني مهينة لهذه الدول التي تدعي حقوق الإنسان هي الخضة، لأن هم ما كانوش يتخيلوا أن يحصل نوع من أنواع الاقتحامات بهذه الطريقة. يمكن بتفكرني أنا لما شفت المنظر، واحد فلسطيني ماشي، يعني ما هو حتى هو ما كانش من المقاومين لكنه فلسطيني عادي ماشي، إن حتى لبسه بتاع عمال بير سبع، ده بير سبع وإحنا بير سبع، وبعدين منطقة فاضية خالص. يعني عايز أقول لحضرتك إن أنا أول مرة أشوف إن فلسطين دي شعب بلا ارض. كان اول فكر بيقول لك ايه، بيقول لك بلا شعر. فكر كان بيقول لك ان اليهود شعب بلا ارض. النهارده بقى في فلسطين شعب بلا ارض، لان دي اراضي كلها فاضيه. دي في 40 كيلومتر غلاف غزه، ده 40 كيلومتر ما فيش حد. يعني غزه فيها 3 مليون انسان في 6 مش عارف ولا كام كيلو متر، 38 كيلومتر طول في 15 كيلومتر عرض، يعني اصغر من شبرا. وسايبين انتوا 40 كيلومتر في 50 كيلومتر، دي كلها المنطقه دي غلاف غزه، غلاف غزه فيها 50,000 واحد معظمهم من الجيش. طب ما تسيبوها لهم بقى الحته دي، طالما انتوا مش قاعدين فيها. انتوا ما عندكمش بشر، هنا في بشر وهنا ما فيش بشر. فالنهارده اعتقد القضيه اختلفت، بقت شعب بلا ارض وهنا ارض بلا شعب. فاعتقد ان خليني اتوقف عند تصريحات يعني قاده هذا الكيان والحديث عن
عودة غزة 500 عام والتدمير و و و وحضرتك أشرت إلى جزئية خاصة يعني مش عارف يعني ما بين الإدارات الحاكمة في الدول الأوروبية والشعوب، خاصة مع السوشيال ميديا ومع الصور المتناقلة بشكل كبير، يعني هم يدمرون أبراج سكنية، هم يقتلون أطفال على الجانب الفلسطيني، في حين أن المقاومة تأسر عسكريين والشعب الإسرائيلي كله عسكريين، هم كلهم على قوة الاحتياط. يعني هل الصور المتناقلة يمكن أن تمارس ضغط يعني من قبل الشعوب على هذه الإدارات المنحازة بشكل سافر لهذا الكيان؟ بالفعل هتلاقي في أوروبا كتير جدا هتلاقي مظاهرات وتظاهرات لصالح الفلسطينيين، وأعتقد أن أنا شفت كذا مظاهرة بدأت يعني تطلع في دول أوروبية. لا، الشعوب الأوروبية بتتحرك، هناك حقوق إنسان زي ما أنا قلت، إن هو القيادات أو الحكام بيخضعوا للوبي اليهودي، اليوبي الصهيوني هو لوبي قوي جدا بالذات في إنجلترا وفرنسا وأمريكا، لكن الشعوب نفسها زي ما حضرتك قلت ما هم طبعا ضد ذلك، لأنه فرنسا على سبيل المثال ازاي قدرت ان هي تحرر نفسها من النازي، ان هي سمحت بالمقاومه. شارل دي جول اللي هو حرر فرنسا كان قائد المقاومه الفرنسيه، تشرشل في انجلترا، وتشرشل في انجلترا المقاومه، اي دوله مستعمره بيتم احتلالها حق اصيل، القانون الدولي وقانون الامم المتحده اللي اسرائيل عضو فيه بيعطي الحق لاي دوله تحت الاحتلال ان تقاوم المحتل. عندما اقاوم محتل فانا بعمل عمليات مقاومه مشروعه، كل الدول التي تم احتلالها عملت عمليات مشروعه ومقاومه مشروعة. فما تقدرش ان انت تقول لي ان انت ارهابي، يعني لازم تفصل بين الارهاب وبين المقاومه. الارهاب ايوه بيكون موجود اما استهدف مدنيين او مدنيين او، لكن انا داخل كمان استهدف عسكريين. وللاسف الشديد حصل اتفاقيه سلام اسمها اوسلو من 30 سنه، كانت هذه الاتفاقيه من 90، هذه الاتفاقيه كان مديه 5 سنين فترة انتقالية لكي يتم إقامة الدولة الفلسطينية ويعيش الجميع في أمن وسلام واستقرار. للأسف الشديد عدى 30 سنة ولم يتم أي شيء. فأنت النهاردة ما بتديش الشعب أي أمل، ما أعادوا من غير أي نوع من أنواع الحقوق، ما أعادوا من غير مية، من غير كهرباء. بدأت حتى عندما تنتقم النهاردة بتنتقم، يديله 3 ساعات كهرباء في 24، وطبعا بتضغط عليه اقتصاديا. يعني على ذكر الأفق، يعني يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء أكد على أهمية أن يكون هناك حل سياسي أو أفق سياسي، وأن القادم قد يكون أسوأ إن لم يجد الفلسطينيين كما يقال يعني نور في نهاية النفق. يعني هل نبوءة السيد الرئيس تحققت الآن بما يحدث، خاصة في ظل أفق مسدود للتفاوض، في ظل حكومة يمينية متطرفة استمرت يعني منذ أشهر ماضية في الاعتداء على الأقصى، في جنين، في قتل المدنيين؟ صحيح. هل هذه هي نبوءة السيد الرئيس فيما يخص أنه يجب أن يكون هناك أفق لحل سياسي وإعطاء أمل لأهالينا في فلسطين؟ للأسف أن يكون هناك الشديد دولة؟ أكبر حكومة متطرفة جت لإسرائيل، وهي اللي تسببت في ذلك، إنها بتسمح بتنييس المقدسات الإسلامية، أو على الأقل سماح لليهود المتطرفين بالدخول في ساحة حرم المسجد الأقصى. ما كانش فيه يعني خالص، لأن الفلسطينيين حتى هذه العملية وبخطط لها منذ عام تقريبا، يعني عندما جاءت الحكومة المتطرفة فبدأ التخطيط لهذه العملية الفلسطينية، لأنه الحكومة المتشددة المتطرفة الإسرائيلية ده رد فعل، لكل فعل رد فعل. ودي المشكلة الكبيرة جدا. احنا بنتكلم عن إتمار بن غفير، بنتكلم عن أفي معوز، بنتكلم عن حتى يعني نتنياهو، أسماء كلها إرهابية قاتلة يعني، وكلها رؤساء أو زعماء أحزاب دينية، الصهيونية اليهودية، اليهودية القوى اليهودية، كلها أحزاب متطرفة تسمح لليهود. وانت بتتكلم كمان لازم تفهم، انت ما بتتكلمش عن 6 7 8 مليون فلسطيني، انت بتتكلم عن 2 مليار مسلم لن يقبلوا ان يكون هناك اي نوع من انواع الاقتراب من الاماكن المقدسة، المسجد الاقصى اللي هو ثالث القبلتين، ثالث الحرمين، القبلتين وثالث الحرمين. تمام. خليني هنا برضو اتوقف، عندي مسألة هامة جدا فيما يتعلق بالجهود المصرية، يعني وانا اتكلم على الداخل الفلسطيني، هل هذه الحرب هي حرب طبعا مدعاه الى توحيد الصف الفلسطيني؟ لازم طبعا، هو من اسباب طبعا الـ يعني تعنت اسرائيل ان هي بتقول لك انا ما عنديش عفوا مين
ما عنديش محاور. انا عندي من احاور محمود عباس ولا احاور حماس، يعني هي دي المشكله بتاع، وهي يعني بتلقي بالمسؤوليه. قبل كده كان في ياسر عرفات فقال لك ان السبب مين؟ ياسر عرفات. لو ياسر عرفات اختفى الدنيا هتبقى حلوه، فياسر عرفات اختفى والدنيا ما بقتش حلوه ولا حاجه. هم مش عايزين طبعا ينسحبوا، مش عايزين يدوا الفلسطين حقوقهم. احنا يعني اللي حصل اعتقد الاقتحام ده ودخول الفلسطين هذه المناطق يعني بيرسل رساله تحذير لاسرائيل ان هيجي اليوم، ممكن يجي بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنه، بعد 20 سنه. هي الى زوال، هي بالتاكيد الى زوال. يعني نفسك ان انت موجود هنا، عرب 48 داخلين عليك، عرب الضفه الغربيه وقطاع غزه والاردن وسوريا، التأكيد ديموغرافي ليس لصالحهم. يعني طبعا هتلاقي بتوع غزه داخلين، هتلاقي نفسك ان انت بقيت في الاخر قد كده. هتيجي اليو اس اس هتعمل ايه؟ اما تيجي تلاقيك محاصر بملايين من البشر، هتضرب مين؟ هتضرب الاسرائيلي وهتضرب العربي يعني؟ فهي لازم تفهم، تاخد يعني لابد ان تستقي هذا الدرس امريكا واسرائيل، ويفهموا ان اللي حصل ده هيحصل، بس المره الجايه هيكون ضد الشعب الاسرائيلي كله. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين دولتين، عايزين شعبين يعيشوا جنب بعض، عايزين زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي تقام دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمة القدس الشرقية. ما قالش 5 يونيو عبد الفتاح السيسي على فكرة، ده أول رئيس مصري يقولها. قال لك 4 يونيو، ما قالش 5 يونيو. 5 يونيو الساعة 10 الصبح كان فيه وضع مختلف عن، هم يقول لك مش عايزين 5 يونيو ماشي. ما قبل 5 يونيو 67، يعني 4 يونيو 67. تمام. على ذكر الحصار يعني ودول الجوار و يعني هل الموقف معرض لتزايد، خاصة أن هناك جبهات كثيرة يعني متوترة مع هذا الكيان الصهيوني؟ نتحدث على لبنان، نتحدث عن سوريا، حتى الأردن. الملك عبد الله أكد أن تزايد العنف أو تزايد القتل من قبل هذا الكيان للمدنيين هيبقى فيه مشكلة، خاصة أن احنا بنتكلم على أعداد كبيرة من الفلسطينيين داخل المملكة الأردنية الهاشمية. يعني هم طبعا واخدين إسرائيل هتاخد المدنيين طبعا كدرع بشري، ان هي تقدر تضرب فيهم على اساس ان هي يعني تعاقب حماس العسكريه بالمدنيين، دي مشكله. لكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان هناك تطور غير طبيعي للصواريخ الفلسطينيه. يعني الصواريخ هيبقى في رد يعني؟ طبعا لا، في تطور، لا في تطور كبير جدا في الصواريخ الفلسطينيه والصواريخ بتاعه برضه لبنان بتاعه حزب الله. يعني هو في النهارده الصبح حتى كان في هجوم صواريخ من على مزارع شبع في المحتله في لبنان. في لبنان. فانا عايز اقول لحضرتك انه لو اسرائيل استهدفت، لو دخلت عمليه عسكريه كبيره استهدفت بيها قلب غزه والمدنيين ب 30، هم بيحشدوا دلوقتي 30,000 عسكري، اعتقد ان سيكون هناك رد من جانب المحيطين باسرائيل من كل حته، وسيكون في ضرب عمق الاسرائيلي بصواريخ. اعتقد ان اسرائيل لا تعرفها صواريخ ارض كبيره جدا تم طبعا تطويرها في لبنان. فاعتقد ان يعني ان لبنان ممكن تخش في العمليه، والاردن وسوريا. اعتقد ان اسرائيل، وده اللي مصر مش عايزاه، مصر مش عايزه، لان مش عايزه مصر هي لاعاده البنيه التحتيه لغزه زي ما احنا عارفين. احنا تكلفنا 500 مليون دولار طبعا زي ما حضرتك فاكر، مساعدات غزه، مساعدات. مش عايزين الفلسطينيين كمان، ده شعبه داخل على مدارس، دي فتره مدارس، المدارس دخلت دلوقتي، الفلسطينيين كمان ما ينفعش ان هم ما يتعلموش، ما ينفعش ان هم ما يعيشوش. فطبعا مصر عايزه تمنع ان يكون هناك اي نوع من انواع. بس طبعا اسرائيل مشكلتها الكبيره ايه؟ إن عندها إهانة، وهذه الإهانة لحكومة إسرائيلية متطرفة متشددة دينية، وهذه الحكومة عايزة تثبت للشعب الإسرائيلي إن هي هذه الإهانة عايزة تردها. فهتردها إزاي؟ هل هي هتتهور وتصل إلى هذه الدرجة وتتحمل المسؤولية ولا؟ خليني أخد يعني هذا السؤال وأطرحه على الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات. دكتور مختار، مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي ضيفي الأستاذ علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، وحديث عما يجري في الأراضي المحتلة. وكان يعني السؤال دلوقتي دكتور مختار، كان هل يعني هناك جبهات مرشحة لأن تدخل على خط المقاومة، خاصة أن هناك حديث عن تصعيد إسرائيلي وكلام بقى وهنرجع غزة ل 500 سنة، وهناك استهدافات لمدنيين ولمباني و هل الأمور مرشحة لدخول جبهات جديدة؟ شبع النهاردة، مزارع شبع كان في إطلاق صواريخ من ناحية لبنان، نتحدث عن جبهات كثيرة يعني.
طبعا يعني خليني اقول لك وانت تحدثني، اسرائيل في مرحله قصف عنيف بقطاع غزه، مخيم الشاطئ، جباليا، الزيتون، بتلاهيا، للمشافي والمستشفيات، 5 مساجد، 3 منهم موجودين في مخيم الشاطئ ومسجدين اخرين. قتل المدنيين بتم بارد بشكل كبير. نتنياهو اخذ الحرب وخطه الحرب من مجلس الوزراء المصغر، وبدا عمليه رد على العمليه النوويه المفاجئه. دكتور مختار الصوت في حاجه. تمام، لغايه بقى ما الدنيا تتظبط كده نرجع تاني لضيفي. خليني هنا برضو اتكلم في جزئيه الحرب. يعني هناك مشاهد وحروب اقليميه موجوده، يعني الحرب الاوكرانيه الروسيه، وهناك تشكيلات جديده تحدث في العالم. يعني هل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يؤدي إلى وجود تحالفات إقليمية جديدة؟ بالفعل هو في تحالفات إقليمية جديدة. يعني عايز أقول إن روسيا وسوريا في تحالفات بينهم، هم الاثنين، وإيران طبعاً طبعاً مليون المية. وأقول لحضرتك إن الصواريخ بتاعت حماس ودول برضو ناس يعني موجودين في منطقة ضيقة، حصل لهم عملوا تطوير، هذا التطوير مليون المية من التعاون مع دول المنطقة، لأنه الصواريخ وصلت لتل أبيب على فكرة. ما كانتش الصواريخ قبل كده، كانت الصواريخ قبل كده بتصل لغلاف غزة، المناطق اللي هي المستوطنات، اللي هو جدار المستوطنات. النهاردة انت ضربت عسقلان وضربت تل أبيب، يعني انت ضربت قلب إسرائيل. فأنا عايز أقول أن تطور البنية التحتية الصاروخية لحماس هي من الأشياء المهمة. وإسرائيل لو ضربت، لو استمرت في ضرب المباني السكنيه لغايه دلوقتي بتضرب، بتقول لك انا بضرب اماكن خاصه بقيادات حماس، ده اللي هي بتقوله. وان كان في كذا، طبعا في كذا برج سكني كانوا مستهدفين لغير حماس، لكن هيكون طبعا في رد فعل كبير جدا على المنشات برضه السكنيه في اسرائيل. خلينا الاتصال رجع تاني مع الدكتور مختار غباشي الامين العام لمركز الفراب للدراسات. دكتور مختار، يعني في حاجه كده مش طبيعيه، يعني اللي هي مسألة يعني حقوق الإنسان والغرب السامي والديمقراطية والكلام بتاع الغرب ده، يعني كل المواثيق الدولية، الأمم المتحدة، حتى مش المواثيق الدولية بس، كل الأديان السماوية اليهودية، المسيحية، الإسلامية، أكدت على وجوب مقاومة الغاصب للأراضي أيا مكان في أي مكان. يعني هناك ازدواجية غريبة جدا، يعني هناك حالة اصطفاف تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لمساعدة إسرائيل. طيب ما تخلينا نكون منصفين أكتر، وإحنا نتحدث عن الموقف الأمريكي أو الموقف الإنجليزي أو الإيطالي أو الألماني، وده مواقف معروفة. الموقف العربي والإسلامي شكله إيه؟ يعني الموقف العربي والإسلامي عندك حق، وردود أفعاله على هذه الجريمة التي ترتكبها إسرائيل شكله إيه؟ وما حجم ردود الأفعال العربية والإسلامية على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، أو وضع السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، أو التنكيل بالفلسطينيين في الكثير جدا من أماكن، أي الاعتداءات المستمرة على سوريا، إقامتهم، شوف ما حدث في جنين، انهيار واتلاف ودمار 80% من البنيه التحتيه لجنين، شوف كيف هاجمت قطعان المستوطنين قريه ترمس عيا ونكلت بالممتلكات والسيارات واماكن اقامه الفلسطينيين، شوف كيف كان حديث ساموتريتش زعيم حزب الصهيونيه الدينيه باباده قريه حواره، شوف كيف كان ايتمار بن غفير وزير الامن القومي الاسرائيلي دائم لاقتحامات للمسجد الاقصى ومحيطه وتفعيل قانون التقسيم الزماني والمكاني، ويعني اقامت صلوات تلموديه في ساحات المسجد الاقصى وفي اماكن عباده المسلمين على مرأى ومسمع من العالم العربي والاسلامي. ارجع لحديث نيكي هيلي المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة وهي بتقول إحنا أصدرنا القرار فجر الثلاثاء
تقصد قرار وضع السيادة الإسرائيلية أو قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. انتظرنا أصدرنا قرار الثلاثاء وانتظرنا الأربعاء والخميس والجمعة أن السماء سوف تنطبق على الأرض ولم نرى شيئا سوى تصريحات بالإدانة أو الشجب أو التنديد. إذا كنت تستغرب من الموقف الأمريكي أو الموقف الغربي، الأكثر استغرابا والأكثر يعني الأكثر معرفة ما هذا الموقف العربي والإسلامي مما تفعله إسرائيل. دكتور مختار، دكتور مختار، يعني هي نقطة طبعا في حاجة لا وقف، ولكن التاريخ لن يرحم أحد، يعني بالتأكيد يعني التاريخ سوف يؤكد يعني ما يحدث. خليني في يعني في, في, في النهاية أتكلم التصعيد، بنية تحتية، دمار لقطاع غزة، حالة من القتل بلا يعني، ولكن على الجانب الآخر هناك أسرى من هذا الكيان الصهيوني في قطاع غزة، تم وهناك أعداد متزايدة من القتلى يعني، وهناك صواريخ، وهناك حدث غير عادي غير مسبوق. الكل يتحدث أنهم لم يشاهدوا مثل هذه المشاهد منذ حرب 73 يعني. هل إسرائيل قادرة على يعني أن تستمر؟ الإشكالية ليست أنها قادرة، هي إسرائيل تريد أن ترد اعتبارها باعتبارها حامية لغلاف غزة وللمستوطنات المقيمة فيها. بدأت عملية تهجير ويعني وتفريغ 25 مستوطنة من غلاف غزة على بعد 4 كيلو، وفي بعض المستوطنات على بعد 40 كيلو، وفي مستوطنة أفاكيم على بعد 60 كيلو. دي كلها مستوطنات تم تفريغها من سكانها بالكامل، وإسرائيل تريد أن ترد اعتبارها. لكن إشكالية هذا الرد إن ترد بعنف وبشراسة، وواضح بانه سبل هذا الرد كانت ترشح اطراف اخرى للدخول على الخط، ما تستبعدش حزب الله، خصوصا ان هناك استفزاز يعني متبادل من كلا الجانبين منذ بدايه هذا الصراع. الامر مرشح للانفجار بشده، وانا متصور اذ لم يوجد حكمه واليات ضغط بدلا من تجييش اسرائيل وتحريك حاملات طائرات الى البحر الابيض المتوسط وامدادات عسكرية لها من دول ترتبط بعلاقات خاصة بعالم عربي أو علاقات صداقة واستراتيجية معها، عليها أن تراجع أمرها، وإلا الأمر يا إيهاب مرشح للانفجار بشدة. لأنه ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة الآن يعني تدمير كامل، وأنا متصور أن أثرها على مهب الريح، خصوصا أن هناك تصريح من يعني احدى حركات المقاومه الموجوده في قطاع غزه بانه 4 من اسرى اسرائيل تم قتلهم في احدى القذائف التي طالت قطاع غزه. اذا الامر مرشح للتطور والانفجار والاصطدام بدرجه كبيره. خليني هنا سؤالي الاخير دكتور مختار، يعني الامر مرشح الى مزيد من القتل والدمار من هذا الجانب الذي يمتلك يعني، ولكن خلينا برضو على ذكر العرب يعني وامجاد عرب يعني. هناك حاملة طائرات امريكية US ولا ايه دي اللي رايحة ديت يعني تمام. طول الوقت بنتكلم على الولايات المتحدة الامريكية كشريك استراتيجي في عملية السلام يعني، وان كنا نعلم ان لها علاقات يعني وطيدة مع هذا الكيان. الامور الان واضحة يعني، مش محتاجة بقى اي شريك استراتيجي في عملية السلام. ما عشان كده انا حدثتك في بداية اللقاء انه على الموقف العربي والاسلامي ان يكون صاحب موقف في هذا الوقت الحرج بالذات، وان تكون رسائله الى الولايات المتحدة الامريكية والى العالم الغربي المساند لها بانه هذا امر لن يقبله العالم العربي ولا الاسلامي. وهذه الضربات التي تطول كثير جدا من المدنيين تصل الى مراحل مروعة، ده كلام حديث المندوبة الأممية الحقوقية الفلسطينية الموجودة داخل قطاع غزة، بأن هناك أمور مروعة، وبدأت عمليات ضرب من الطائرات الـ F-16 وغيره إلى قطاع غزة. هذا أمر لابد أن يوقف بسرعة، وإلا الأمر قد يتطور بشدة، خصوصا أنه كثير من إرهاصات حدية الصراع
كانت تدخل حزب الله على الخط. وإن دخل حزب الله على الخط هذا الصراع انفجرت الأوضاع بشدة، وتحول بقى من صراع مجموعات إلى صراع ممكن يبقى إقليم ودخول دول على الخط كمان يعني. بشكرك دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات، بشكرك شكرا جزيلا. عودة مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور علاء حيدر. خليني أتكلم على الجهود المصرية. يمكن هناك بيان لوزارة الخارجية المصرية، بيان متوازن، بيان يتحدث عن أهمية وقف هذا القتل وهذا الدمار الحادث في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة. طبعا أول حاجة عندما تم تندعى العملية، الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه على طول لمركز إدارة الأزمات الاستراتيجية، لأن الوضع جد خطير. أنت بتتكلم عن ناس ممكن إن هم ينزحوا إليك. طبعا أول حاجة أنت بتعملها بتقفل الحدود، اللي هينزح ينزح عن ناحية إسرائيل، وحتى الفلسطينيين مش عايزين ينزحوا غير ناحية إسرائيل طبعا، أو ناحية بلدهم، مش عايزين يروح بلاد تانية يعني. فموقف مصر طبعا كانت نمرة واحد إن هي تأمن حدودها، دي نمرة واحد اللي عايز يخش. خليني برضو أنا بتكلم عن تأمين الحدود، الحدود مفتوحه للمصابين لا طبعا المصابين بس طبعا يعني. عشان ما يضغطوش، لان الخوف ان هم يضغطوا على الفلسطينيين، دي نمره واحد. لكن ده الاهم طبعا، ان مصر بتتحدث عن التهدئه وتداعيات اي تدخل عسكري واسع، لان لو حصل تدخل عسكري واسع سيكون هناك في المنطقه يعني. اولا عايز اقول ان المقاومه الفلسطينيه يعني قطعا اذا كانت تمكنت ان هي تدخل لمسافه 40 كيلومتر داخل الاراضي الاسرائيليه، فعندما تاتي اليها اسرائيل سيكون هناك طبعا كمائن، وسيكون هناك عمليات مقاومه كبيره جدا ستنزل خسائر كبيره جدا باسرائيل، فممكن اسرائيل تتخذ اجراءات غير محسوبه. فلازم مصر بتطالب بالتهدئه. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى طبعا زي ما احنا عارفين اتصالات، واتصل برئيس الاتحاد الأوروبي، اتصل برئيس ماكرون رئيس فرنسا، اتصل بمستشار ألمانيا الغربية المستشار الألماني، كل دول اتصلوا بيه، الى جانب طبعا الاتصالات التي اجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء العرب والرئيس محمود عباس، لكي نصل الى التهدئه. لان مش من مصلحه اي حد طبعا ان يتم تدمير غزه او انه يتم استهداف المدينه، هم ما عندهمش اسرائيل حوار تاني، او ما عندهمش خيار تاني غير انه يستهدف المدنيين، لان حضرتك بتتكلم عن 3 مليون شخص قاعدين في شبرا، ف 3 مليون شخص قاعدين في شبرا، ازاي انت هتستهدف يعني اماكن عسكريه، خاصه ان كل الاماكن العسكريه او المواقع العسكريه بتاعت الفلسطينيين تحت الارض. احنا عارفين طبعا ان الفلسطينيين يعني الانفاق هي بالنسبه لهم هي الحياه، فهم قاعدين كلهم في انفاق تحت الارض، الانفاق العسكريه، لكن هم مش قاعدين في اماكن، مش في ابراج. فللاسف الشديد اسرائيل بتضرب ابراج وهم مش قاعدين في ابراج. يعني حضرتك حتى الصواريخ برغم ان اسرائيل بتضرب كل الاماكن العسكريه، لكن الصواريخ استهدفت النهارده امبارح بالليل 100 صاروخ طلعوا من غزه ضربوا الاراضي الاسرائيل الاراضي الفلسطينيه المحتله، وضربوا تل ابيب وضربوا عسقلان. ده معناها ايه؟ ان هناك مواقع عسكريه او تحصينات عسكريه مش موجوده فوق الارض، موجوده تحت الارض، ودي اللي اسرائيل مش قادره تفهمه. تمام. فبتضرب الابراج السكنيه. الحديث هذه الايام او هذه الساعات عن التحضير لحرب بريه في قطاع غزه يعني. الاستئصال ما يسمونه الارهابي يعني. هل اسرائيل قادره على دخول قطاع غزة، خاصة الشكل كده العام، ان طبعا المقاومة عاملة حساباتها في كل حاجة طبعا. طبعا نتيجة تجاربها مع هذا الكيان الغاصب الغاشم يعني. هو اصلا ليه انسحب من غزة في 2005؟ ده انسحب من جانب واحد. خسائره المستمر. ليه هو انسحب من جانب واحد؟ لان هو ما قدرش يقعد في 2005 عندما كانت اسرائيل محتلة غزة وقاعدة في غزة وهي اللي بتسيطر على كل حاجة في غزة. ما كانش لسه في بنية عسكرية قوية للمقاومة الفلسطينية. النهارده المقاومة الفلسطينية عندها بنية عسكرية قوية، لو دخلت اسرائيل هتتحمل خسائر. النهارده هي متلها تقريبا 1000 يعني، تقريبا 1000 والعدد في زيادة، لان في 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 واسر اكثر من 150 اسير. ده خلي بالك اللي هيحصل بعد كده. اسرائيل كان في 4 اسرى اسرائيليين في السجون، جلعت شريط عملوا عشانه قصص وحكايات في لبنان يعني. واسير لكن في دلوقتي في 4 اسرى قبل العملية في اسرائيل مش عايزاهم، ما قالوا لها عندك 25000، طلعي ال 25000 قدامنا. رأت بس النهارده انت 150 ويمكن يزيد العدد، لان لا يزال حتى النهارده بيقول لك قدروا ان هم كمان ياخدوا اسرى من المستعمرات. وفي 4 تم قتلهم من خلال يعني استهداف من هذا الكيان يعني. فطبعا هيكون هناك تبادل للاسرى هذه المره 100%. لكن الحاجه اللي احنا بنقولها ان اسرائيل خرجت من
غزة بشكل منفرد في 2005 بقرار شارون زي ما احنا فاكرين، لانه الخسائر كانت هائلة. هترجع تخش تاني طبعا في حديث مش عن كمان يعني دخول بري، ده عن احتلال غزة كمان. لا يعني احتلال هذه مرة لا هم مش هبل لهذه الدرجة. بقول لحضرتك هم انسحبوا في 2005 اما كانت المقاومة ضعيفة. هم اللي عايزين يعملوا منطقة عازلة 2 كيلومتر داخل غزة، يعني ياخد جزء من حدود غزة كده مع الغلاف غزة ويعملوا. بس بالعكس هيستهدفوا يعني الفلسطينيين بالصواريخ بتاعتهم المتطورة دلوقتي، هيستهدفوا القوات المتواجدة في على الحدود. يعني بالعكس هيكون في كمان مقاومة، يعني انت بتحتلني من جديد فسيكون هناك مقاومة. الحل الوحيد زي ما مصر بتقول افق سياسي، حل الدولتين، الحق بسرعة يا عم في الاسرائيلي قبل ما يجي لك الناس دي على الاقدام ويخلصوك. على ذكر الموقف المصري، خليني برضو اتحدث هنا عن موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضروره توحيد الفصائل الفلسطينيه، لان برضو طول الوقت حتى قبل كده يعني نفوض مين السلطه في رام الله ولا حماس في غزه. يعني هل هذه الحرب ممكن ان تكون عامل لتوحيد الفصائل الفلسطينيه؟ نتمنى ان تكون عامل، ان تكون على الاقل القياده السياسيه، أن تكون القيادة السياسية قيادة سياسية موحدة على أن تستمر المقاومة في تدعيم عسكريتها، لأن عمر ما حد هيحترم حد ضعيف. تعرف كل اللي بيحترم كله بيحترم القوي. فلابد أن تكون القيادة السياسية واحدة وأن تظل القيادة العسكرية خاضعة للقيادة السياسية. لكن على الفلسطينيين هم يدعموا نفسهم وبيدعموا نفسهم. أعتقد أن النهاردة الوضع لأول مرة بعد العملية دي كان فيها إهانة كبيرة جدا لإسرائيل، وكان في دي حرب يعني عشان إسرائيل بتقول لك الحرب. لكن يمكن في حاجة مهمة جدا حذر منها وزير خارجية المندوب فلسطين في الأمم المتحدة، قال لك أي حد هيتكلم عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يعني بديهم رخصة بالقتل، لأن دي دولة مستعمرة أو دولة محتلة، وده قانون الدولة. قلت بالتأكيد. أخيرا يعني هناك اجتماع لجامعة الدول العربية من الأربعاء، ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ جامعة الدول العربية مصر قالت من أول يوم لابد أن يتم إعادة النظر في ميثاق الجامعة الدول العربية، لأن جامعة الدول العربية ليست لديها قوة عسكرية للتدخل. جامعة الدول العربية هي بتتكلم سياسة، فهتتكلم هتحتجب وهتدين بأشد العبارات وهتتدخل وهتقدم مساعدات لغزة، لكنها ليس لديها القدرة. وللأسف الشديد برضو عايزين نقول من الحاجات المشكلة الكبيرة جدا انه كل دولة النهاردة برضو عربية بتبص لنفسها وبتبص للمشاكل الاقتصادية المتواجدة النهاردة، واستخدام الدولار خلال السنوات الأخيرة كسلاح. لأول مرة بيستخدم الدولار كسلاح، وده بيأثر على كثير من الدول، واستخدموا الدولار ده كسلاح ضد البرازيل وضد روسيا وضد الصين وضد الهند. عشان كده الدول دي عملت مجموعه ايه البريكس. مجموعه البريكس كانت مواجهه هذا الدولار الذي يستخدم كسلاح سواء ضد روسيا سواء ضد كثير من الدول، حتى ضد يمكن كانت تركيا في وقت من الاوقات كان اردوغان بيتحدث عن عمليه، يعني كان بيتحدث عن تحرير وخلافه. النهارده بعد يعني عايز اقول ان قوه الدولار برضو كان ليها تاثير، لذلك ظهرت البريكس ومصر انضمت للبريكس. اعتقد دي ممكن ان تكون في المستقبل. انا بقول انه اسرائيل في نهايه المطاف مساله وقت، مساله وقت. و 16 او 6 اكتوبر 1973 علامه فارقه في التاريخ العربي، و 17/2023 علامه فارقه في الامل العربي وفي ارض فلسطين المحتله، اللي ان شاء الله السنه دي بعد 10 سنين بعد 20 سنه بعد اي هترجع لاهلها ان شاء الله. في نهاية هذه الحلقة من حوار اليوم بتوجه بالشكر إلى ضيفي الأستاذ علاء حيدر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة، بشكرك شكرا جزيلا. وأشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.